هاي يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. فيديو النهاردة هيكون فلوج حلو قوي عن حفلة كاريوكي. رب تعجبكم الفيديو، حلو. انا عارفة عشان انا اوريدي خلاص رجعت ومصورة المقدمة دي بعديها، فرب الفيديو يعجبكم. والنهاردة 12/8 اللي هو موافق يوم الخميس، هسيبلكوا كل التفاصيل يعني هنا على الشاشة. يلا بينا نشوف اكتر من كده، نشوف ايه اللي هيحصل عشان ما نطولش اكتر من كده. اوكي، اول حاجه هبدا معاكم اوريكم الاوتفيت. ما تاخدوش بالكم عشان بس النيل بولش اتقشر، بس قشطه. اوكي، اول حاجه في الاوتفيت البنطلون ده، البنطلون ده اللي هما بيبقوا واسعين كده يا جماعه، اهو ماشي. طبعا لبس مبهد عشان عايزه راجعه، بس قشطه. ولبست الشنطه دي عشان صغيره كده، ولبست البلاوز دي كده. هي البلاوز دي اوف شولدر، بس انا كنت لابساها كده، هي اتوسخت طبعا بس يعني عشان كان لونها ابيض. اشتاف ده الاوتفيت، كان حلو قوي بجد يا جماعه. واهو ده التيكت، بس طبعا اتقطع خلاص الحته اللي هي بيقطعوها احنا داخلين. ف يلا نشوف بقيه الفلوج. حاجه يا جماعه اوعوا تنسوها، البرفيوم بتاعكو او السبراي يكون معاكو وتحطوه، ده حاجه مهمه ماشي. وانا كمان هستخدم اللوشن ده لايدي والديودرنت، بس انا مش لاقيه، بس لازم نستخدم طبعا. اكتر حاجتين مهمين الكحول والكمامه. يا جماعه كمامه اهم حاجه في الدنيا. الناس اللي ما كانواش لابسين، بس بجد لازم تلبسوا عشان بجد زحمه جدا جدا. 20,000 يا جماعه. كاريوكي كانوا منزلوا، كاريوكي سوري، كانوا منزلين على الاكونت بتاعهم على الانستجرام اللي احنا كنا 20,000، فتخيلوا. لو مش مصدقيني هحط لكم السكرين شوت بتاعت الكلام ده هنا، الستوري اللي كانوا منزلينها. بالنسبه لأ للميك اب، انا ما استخدمتش غير ماسكارا الحواجبي ومسكرة لرموشي وروج، بس ما حطيتش اي حاجه تانية، حاجات دي بس. خلاص كده يا جماعه نزلت وبقيت في الطريق. كنا رايحين عشان كنا متاخرين، وطبعا المكان كان زحمه جدا. دي الصوره اللي عرفت اخدها، فانا بس ما عرفتش اصور لكم كتير عشان بس كان زحمه وكده.